لا لتطبيق، نعم للمناضل. مصطفى شاعون الكاتب العام الوطني المركزي المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، كيفما كتلاحظوا معنا هذه وقفة احتجاجية سلمية كتنظمها المنظمة الديمقراطية لمهني وصحي قصية الأجرة بعمالة الدار البيضاء، أولا احتجاجا على عدم تجاوب القناة الثانية والوزارة الوصية وكذلك الهيئة المكلفة يعني بالسمع البصري حول الخروقات اللي أقدمت عليها القناة الثانية التي تمول من المال العام، أنها اليوم كتبت وصلات إشهارية يعني تطبيقات غير قانونية. سبق لوزارة الداخلية أنها يعني أصدرت بلاغ بأن لا قانونية لها التطبيقات اللي كتشتغل مع السيارات العادية السيارات الخاصة، وكذلك تعتزم هذا المساء يعني بث برنامج يعني من خلاله كتحاول انها يعني تظهر بعض الاشياء للمشاهدين الكرام، وهي ان هناك تاكسي عصري وهناك تاكسي تقليدي. هذا الامر كله احنا اللي استنكرناه، اعطينا مهله لهذه القناه انها تجاوب معنا وتسحب هذا الاعلان وتعتذر كيفما سبق لبعض المنابر الاعلاميه انها اعتذرت لانها ما كانش عندها علم، ولكن مع الاسف الى حدود الساعه لم يتم سحب هذا الاعلان، وتصر القناه الثانيه انها تمرر اشياء غير قانونيه وانها كتضرب المصالح ديال المهني وسائقي سيارات الاجره وتساهم في خلق الاحتقان داخل القطاع، لان اصلا القطاع هو فيه مشاكل ومشاكل متعدده. بالنسبه للسبب اللي هو رئيسي على هذه الوقفه، كاين واحد البرنامج اللي غادي يتقام على القناه الثانيه مع الساعه 11 ان شاء الله، اللي حنا كنستنكروا هذا الامر هذا، لان القناه الثانيه كتقول بان هاد السيارات اللي هما كيتسموا بهذا المنطقه خطافه ما عندهمش قانون باش يهزوا، ما عندهمش قانون باش يهزوا هاد الناس، ودوزان باغا ترخص لهم اللي هي القناه الثانيه باغا ترخص لهم. حنا كنستنكروا هذا الامر هذا، وحنا ضد التطبيقات هادو، لان هاد الناس هادو ما عندهمش قانون باش يخدموا، ما عندهمش قانون بغاو يخدموهم في هاد البلاد، ما عرفش كيف بغاو يديروا لهم. حنا عندنا تاكسي، عندنا كريمه، عندنا مدونه، عندنا بزاف الامور اللي هي كتقول بان تاكسي ولا عنده حق يهز الزباين. واحد عنده سياره كيتسمى خطاف وباغي يهز البليس راه لا يعقل، ما يمكنش انا غنصيفط واحد خطاف نصيفط مع مرتي ولا امي ولا ولادي، راه لا يعقل. تاكسي مرخص، التاكسيات لان هاد لابليكاسيون التطبيق اللي باغيين يديروا لهاد الشركه هي كضر التاكسي بصفه عامه، لا الصنف الاول لا الصنف الثاني، كضروا لواحد الدرجه لان القوت اليومي ديالو ولات كتنافسوا هاد الشركه هادي. لهذا حنا قررنا ندير واحد الوقفه ضد هاد الناس هادو. بالنسبه لهاد الناس ديال التطبيقات دايرين واحد الثمن اللي هو اقل من الطاكسي باش يهرسوا الطاكسي، هذا هو المشكل اللي واقع. ولينا كنتصادفوا هاد السيمانه هذا، مشى عندنا الطريفه حنا 250 درهم للمطار، مشى السيد من عندهم لقيناه شديناه لقيناه غادي للمطار ب 80 درهم. المطالب ديالنا حنا ضد هاد الناس هادو اللي باغيين يخدموا التطبيقات هادو. عندنا هنا نحيا بالشعب، الله الوطن الملك. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.